صفاء هي بنت عندها 12 سنة، أنا بقول إن هي طفلة، لسه طفلة. باباها بيجبرها على حاجات كتيرة قوي، منها إن هي مثلا تلبس الحجاب بالعافية، تحطش مانيكير أو تعمل أي حاجة ترضيها. بس برضو الحتة اللي أنا هركز فيها دلوقتي إنه لما أخته حطت لهم حنة وقالت لها لا تعالي ما أحط لكم حنة، ما فتحش بقه. لما مامته بتقوله على أي حاجة بيعملها، ضربوا مامة صفاء وقفلوا الباب عليها عشان ما يعرفوش ايه اللي بيحصل. والبنت لحد النهارده حالتها النفسيه مش حلوه، مش عارفين نعمل لها ايه، بس احنا بنفكر مع بعض ازاي نحاول نساعدها. كنت لسه معايا دكتور احب اقول لها ايه، ان احنا بنحاول ندور على اي طريقه. طبعا انت مش عايزه الحل القانوني في الاول، احنا بنحاول ان احنا نحل ودي، بس نسمع عشان لو اضطرينا ان احنا نلجا للقانون. ايه رايك؟ يلا يلا بينا. معانا مداخله مع الدكتور نور اسامه من المجلس القومي للامومه والطفوله. الو مساء الخير. مساء النور، ازيك يا دكتور نور، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كله تمام، كله زي الفل. نعمل ايه في مشكله صفاء؟ ازاي ان هي تواجه كل التصرفات دي؟ بس احنا هقولك على حاجه الاول، احنا هنلجا للمجلس لو الحلول الوديه ما جابتش نتيجه. موافق؟ موافق. والمجلس بيكون ليه تدخل برضو ودي. ودي ازاي بقى؟ طيب ممكن اقول حاجه بس عشان تبقى في اذهاننا، بس ان قانون الطفل اللي صدر عليه في 5 سنين الرئيس بيقول ان المجلس القومي للطفوله والامومه هو الاليه الوطنيه المعنيه للطفل والام في مصر. الماده 96 من قانون الطفل قالت ان في 14 حاله تتعرض ليها الطفل في خطر. اول بند من 14 حاله لو تعرض الطفل ده امنه او اخلاقه او صحته او حياته للخطر. بالنسبه للحاله اللي احنا بنتكلم فيها دي، مثلا احنا بنتكلم على الطفل اللي بيتعرض الى تعذيب مثلا او اعتداء ما او حروق الى من تكن. وقانون العقوبات فيه مواد كتيره جدا خاصه بالعنف الاسري تحديدا. احنا هنا مش هينفع نحل ودي لو عملوا كده في العيال، انه حروق ولا لا، ده مفيش ود. طيب بص، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنشتغل على 3 محاور سريعا: حمايه، ملاحقه قانونيه، توعيه. فاحنا عندنا حاجه اسمها اداره الحاله. لما بيجي لنا اداره الحاله احنا بنشوف الرصد ده، هل حد كلمنا على خط النجده 16000 ولا تم رصده من مثلا التواصل الاجتماعي؟ ساعتها بنعمل فريق بحث بينزل فورا عشان نتاكد. بنعمل فريق تدخل. فريق التدخل ده من ناحيتين، لازم يكون قانوني ولازم يكون نفسي واجتماعي. واحنا عندنا معانا برضو لجان شريكه، يعني عندنا حاجه اسمها لجان حمايه الطفوله دي في كل محافظات، وعندنا بروتوكول تعاون مع وزاره الداخليه وكتاب الدولي الصادر من مكتب النائب العام اللي مواجه فيه اعضاء النيابه العامه بانفاذ القانون. لا احنا مشكلتنا بنقول ان لما حد يسمع انه في مجلس من اي طرف، لو حد سمع ان حد رفع عليه قضيه او بيبدا بالعداوه، ده اللي قصدنا عليه يا دكتور نور. احنا مش عايزين نبدا بعداوه، نعمل ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ احنا عندنا بنشوف الاول التدخل ده حالات الخطر عندنا، لازم نشوف الاول مستويات الخطوره. هل الخطر كان جسيم ولا متوسط وضعيف؟ وفي بعض الحالات لو كان ضعيف قد يكون مع استمرار الوقت البنت توصل الى اكتئاب او توصل الى انتحار او من انتحاريه. في الحاله دي لا، احنا بنتكلم على مستوى خطوره جسيم. لو احنا الموضوع بالنسبه لنا لا، هي قاعده في بيئه خطر، فاحنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بعد ما بنثبت الواقع بنمشي في اجراءات سلب الولايه عشان نخرج. اهم حاجه عندنا نخرج الطفل من البيئه خطر. طب بنعمل ايه؟ اعتذر في الشارع؟ لا طبعا، احنا عندنا بندور على عائل مؤتمن زي خال، خاله، جده، نؤتمن على الطفله في هذه الحاله. طيب ده حل. لو طيب لو ما فيش بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ احنا بنحطها في دور رعايه مع فرصه الدمج تاني للاسره في ضمان انها مش هترجع تاني للبيئه الخطر اللي كانت عايشه فيها. طب لو الام دلوقتي جت لجأت لكم وقالت لكم انا عايزه عيالي بس عايزاهم بالود، بتعملوا ايه؟ ده اللي انا عايزاه. بس احنا بنعمل ايه؟ احنا الفريق التدخل ده احنا بنبعت ليه مكتب حمايه الطفل، مكتب النائب العام. بيتم التدخل عشان ننقل العائل المؤتمن الى الام. ساعتها بقى
الزوج بيبقى فيه مشكله كبيره. يعني قانون 6 سنه 98 بيقول ايه؟ ان موضوع العنف الاسري الشخص المتسبب في ايذاء الزوجه او الاولاد ما دون ال 18 سنه له عقوبه لا تقل عن سنتين وما تزيدش عن 5 سنين. دي عقوبه ايه؟ نضمن المأمن الام والاولاد اللي تكون العاهل المؤتمن. وممكن ترجع ادماج تاني في حاله ان احنا اتاكدنا ان عندنا لجان متابعه وتقييم ان هي مش هترجع تاني للبيئه الخطر. يعني النهارده في حاله انه لو احنا اتكلمنا النهارده في حاله صفاء، حضرتك بتقول ان هو دون ال 13 سنه يعني عندها 12 سنه، هل ممكن لو هم عملوا كل ده هل لو ممكن هم عملوا كده فعلا ممكن يبقى في حبس بجد؟ احنا بنتكلم على الشخص اللي متسبب في الايذاء طبعا. سبب الايذاء فهي بتيجي، فاحنا بعد كده بننزل نتاكد من حاله، نرجع لمكتب حمايه الطفل مكتب الامن العام عشان نضمن اهم حاجه في التوقيت ده، نضمن ان احنا نسحب الطفله من البيئه الخطر. اهم حاجه عندنا الطفله دلوقتي. طيب الام بنحاول نحطها في عائل مؤتمن في اوكي خلاص، مع طبعا مع ضمان من النائب العام هو اللي بيتابع بالتعاون مع المجلس القومي للطفوله والامومه. طيب لو ما فيش وقلقانين، هي كده كده ممكن تعود الى البيئه الخطر، بنرجع لدور الرعايه فتره وجيزه عشان نطمن عليها من البيئه الخطر، تطمنوا ان هم رجعوا تاني بقوا كويسين مش مناظر وخلاص من الاخر. بالظبط، عمرها ما نرجع تاني الادماج للبيئه الخطر في اي حال من الاحوال، عشان نضمن اهم حاجه صحتها النفسيه. بشكرك يا دكتور نور ونورتنا، ميرسي جدا دكتور نور اسامه من المجلس القومي للطفوله والامومه، بشكرك جدا.